جيب الله نقفك أفكارك وحلك روا وملحوين أحمد مدلوة ملحوين أحمد مدلوة هذا شركة اسمه لك قاعد عاي أنا مركي يعني ورسوقيات كي براها برشيد لقى تجر مارو شركة اسكو قاعد عاي ويري شركة أسرية يعني وانكب حي أما وان السنة أما لمس أما ما أقولي إن مارو كبير أنا خط محايل الحين أوجين ملحوين عبد العزيز لفت كرين سيد مقدش لو كان محو عبد العزيز وضع تشك بين أبو وأدي واي محو عام نكلي يراهدو أحمد قرقر لو سمريب وأدي واي محا أحمد مدوب كل جيس وضع تشك ودري شركي والواسع دا مدحة دا دولة قبل هذانا وضع تشي أي محوها أي كجرا دكتور التشان يا مدحوين محا أحمد سلام حسين حوكت قبا قولي يسي وزير هذا معانا تقنيست وشير دك دك ويري أحمد قوانك أوقاتي بش نوفمبر إن دورشة إلا على ما المها صوص عتنا قديك دورشة إلا جبلان لما قعابا دولة الحم حري حيا مرتاح ربا مدحوين محمد إسلام شركة إنو قاضع أي أو ساقا ماشا سام مدحوين كا جبلان وقفك أفكارك وحلك روا ومدحوين أحمد مدلوة مدحوين أحمد مدلوة هذا شركة اسمه لك قاضع أي أنا مركي يعني ورسوقيات كي براها برشيد لقى تقل مالو شركة اسكو قاضع أي ويري شركة أسأري يعني وانكب حي اما وان السنة اما لمس اما ما اقولي ان مهلو كبير انو خطم حينا دوضاها نحمر ايا محو احاي استيديا دا اي دولد لح اما قولاها نحمر ايا حد باس مال باي جوغاني ماركران حالي رئيس زواله دالكا ايا وحو قابتي استيد منتي اما الشرق قابتي جرايد مدى صوماري دا حلو داق وحوري شركي والواسع دا مدحة دا دولد قبل هذا ولا تشي أي محوها أي كجرا دكتور التشان يا مدحوين محا إسلام حسين حوكت قبا قولي يسي وزير هذا معانا تقنيست وشير دك دك ويري أساقن حوكت هلا يا ولا تشي يوحي أن علي السقا حديث كويمد إنو لا تشي أي ماشي أتكي كوي مارك كومو موقنا يسأل لو وكال كاي وان إمام دونا هادا أنو حوكت هاي واسو ونقنا مجي ولا تشي غاسي انت مركا لسي جيجير ايو ولا يقضب كانا صحن قدر كان آخر دن كسارة إلى تأتي له لما كرت تجي لكن ده مركا جعل أي محو هاي ملاحظتني من خر عررتي أما إن الدول الصومالية وش قينا يا ششاي وش قينا يا أو حي ربان إن بلا وهرب يعني أي يعني لوكالكعو وي أنا يا دوحي كفائدة إن ما جرن كرو إن شركة لو كلكعو هل كاس إيه تاني؟ مركو عربة هل كاس إيه؟ أصلاً شركة أنا وحن لي ومقاعد وتشي وعدي وتشي وعدي وين إيمان دونا وإيمان دونا لكن ذات حلبانة وبضم أي أركها أو عاد وري سنين سنة أجان إيمان أيه أما مالك لك هلا أي أي جد ذلك الصومالية محو حلبانة وهاي حكت لنا إن ذلك الصومالي إنه بربر شو اسمه حلبان ذلك قرن مسؤوليت وهاي ذلك إنه بربر قتلنا أنا جم أوجن حلبان بدل نواوري سنة هذا أنكون راع للزرع حلي وحويري وتطشي هالآدي وحن أوجين مدحوين عبد العزيز لفت كرين سيد مقدش لو كان محو عبد العزيز وتطشي بين أبو وأدي واي محو عام نكلي راهدو أحمد قرقر لو سمريب وأدي واي محا أحمد مدوب كل جيس وتطشي ودري والله هرتا غفكا وحلقي يابا ترادا مربا ميل باي اجوكتا وحلقي يابا احمد غورغور اني حمر اوغد اماتي وتشيكيس حمر كبودا لقي يابا عبد العزيز لفتقين المدة للهلا يوماشا سجوو ضد اي اتقين رئيس وزاري دالكا اتقي وتشي ايان محوو حاي قلاب وقيني سيانا بايدابا اي دولود قايب كميد اوتكتي طبيعها سلوكتا اللود ديري dad badan ba meesha ugu tagay rayis wasaaraha ku jira iyo xilibaano runtii asoo taladiisa de meesha uu soo dhameystay madaxweynaha ay khadka telefoonka wada hadlay waxaan rabaa marka madaxweyne axmed maxamed axmed islaam xor u yahay inuu jubbaland inta taga dadkii uu matalay oo la soo tashada iyo mas'uuliyiinta waxay ka maqan xaq u leeyahay laakiin adiga waxa doonaysaa waxa ahay in axmed madobe uu soo istaago muqaal iska soo dubo yiraahdo shirk waa lagu kala kacay sidaas ba maya waxaan ognahay qofka oo shirka ma aha moqtaay qodob sareed ma aha markii shirarkii hore saan anuu ognahay ama qofka dadka oo ay wax ka tagaan moqofkooda waa cadeeyaa qofka shir jira inta qabto umada ama shacabku matala allah oo xiraa waxaas aan tabana waxaas waa in la xaliyo shee ismaan barro shee ismaan barro marka shirku waa fashil min shirka in lagu kala kacay waxa dad saaran ma aha in wada tashi dib loogu laabtay oo la isku mari waayo qodobada qaar way jirtaa
shirka guud ahaan ayaa lagu kala keenay dib halis ugu soo laabtay laakiin in la ismari waaye shirka ra'iisul wasaaraha uu sheekh xaguu ka socdaa meeqa maalmood ee Muqdisho la joogo uu shir soconaynin ee kaliya waxaan rabnaa dawladda dhexe doorashadan maxaa ku riixaya waqtigii waa dhamaaday doorasho qof ficada muddadii laga shaqeyn lahaana waa la soo dhaafay axmed go'aanka uu qaatay bisha november in doorasho ay dhacdo maalmaha soo socdana guddiga doorashada ee jubbaland la magacaabo dawladda dhexe maxaa riixaya horta waxa dawladdan dhexe waa dawlad dalkan mas-uul ka ah dawladaha yacni dawlad goboladana xubna ka yihiin federalismkana inta badan dawladda dhexe ay hirgelisay waxaa la rabaa marka dalku doorasho dadban uu soo maray doorasho dadban maamul goboleedka ma keenin golo wada tasho ee dawladda dhexe hogaaminay fikir ay dawladda dhexe ay leedahay ama soo jeedinay ahayd dalkan horta ma dhihi kartid dawlad goboleedada waa madax banaan in dawladda dhexaas kumala ma dhihi kartid haddaad markaa soo laabto waxaa dastuuri ee dalka in dadka shacabka ah maadaama 30 sano in ku dhow ama 20 iyo dhowr sano aas hadba ay maraysay qof gacantiis ama koox gacanteed oo kooban ama shasheeya uu wax maamulaayo hadda shacabka in la gaarsiiyo si dastuuri waa golihii shacabkaana ogolaaday in la gaarsiiyo hortaas waxaan ka wadaa waa horumar dalka loo horseeday waxaa ku soo haray dawlad goboleedada cali waxaa la rabaa dawlad goboleedada aan rabaa inuu soo laabto waxaa dalkan waa dal xor ah oo dimuqraadi ah oo qofka soomaaliga ah inuu si xoriyada wax u doorta isagana la doorta oo xoriyad u noolaada oo yacni xoriyad u deganaado oo xorriyadda saxaafa la siiyo oo yacni wax kasta oo imkaaniyaad qofkaasi oo yacni xorriyaddiis ku saabsan iyo noloshiisa dalkan yacni qofka waa madax banaan yahay dawlad goboleedada doorashada ay rabaan abaa inaan kuu sheego dawlad goboleedada dastuurkooda aniga waxaan ka mid ahay madaxda dawlad goboleedada bilowgii hore odayaal ayaa wax quraya waxay rabaan dawlad goboleed hadda in ay aag xirtaan oo qof walba intuu qol fadhiisto qalin iyo warqad qaato xildhibaankii reerka matalayay oo reerkaasi inuu matalo rabay ay gacantiis ku qoriyaa yaa aniga ila jooga ay yidhaahdaan oo ay doorasho ayaga og yihiin oo doorasho ayaga inay madaxweyne noqonayaan ay og yihiin oo ah isku caarashubkii aan baraha bulshada ka maqli jiray inay sameeyaan ay rabaan oo shacabkii meeshaas deganay xuquuqdiisa marnaba aan la siinay